بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم أستاذ نبلش بقواعد الوحدة الثالثة الجزء الأول. بدنا نقسم هذا الفيديو على قسمين عساس ما نطولش بالفيديو عليكم. طبعا بنحكي عن اليونت 3 جرامر فيوتشر تنسز، أزمة المستقبل. بتبلش في الدوسية من صفحة 89 لغاية صفحة 92. طيب هسا احنا في عندنا الفيوتشر، بقدر أعبر عنه بأكثر من طريقة، يعني في اكثر من حاله للفيوتشر. زي كيف في عندنا الفيوتشر، عفوا البريزنت سمبل، بريزنت كونتينوس، بريزنت بيرفكت، بريزنت بيرفكت كونتينوس، ونفس الشيء الباست، نفس الشيء عندنا كمان الفيوتشر. فاول حاله بدنا نيجي نحكي عنها رقم واحد سمبل فيوتشر او الفيوتشر سمبل، المستقبل البسيط. لما نيجي نحكي عن المستقبل البسيط، ايش يعني المستقبل البسيط؟ لما اجي امثله على خط الزمن، هاي اللحظة هاي ناوي اللي احنا فيها، واحد بقول I will buy a new car، بدي اشتري سيارة جديدة. طب امتى؟ مش معروفه، بدي اشتريها في المستقبل، احتمال بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاث، ايش راح يصير معنا في المستقبل. ونفس الاشي I am going to buy a new car. انتم ملاحظين معي، انا مرة استخدمت will ومرة استخدمت ايش going to. هسه بدنا يعني هي درس اليوم الفرق بين will و going to. إذن المستقبل هو إشي رح يصير في المستقبل، إمتى في المستقبل مش معروف، لأن إذا صار إمتى في المستقبل معروف أو كيف رح يكون مستمر في المستقبل، هاي بنخش على أزمنة ثانية. إحنا هسه اليوم درسنا عن السمبل فيوتشر. إذن I will buy a new car أو I am going to buy a new car، الثنتين أستاذ هذولا بعبروا عن المستقبل. طيب إذن المستقبل هو إشي بده يصير في المستقبل، إلو حالتين بقدر أعبر عنه بحالتين، إما سبجكت المبتدأ مع ويل الفعل المساعد ويل الأفعال مودلز والفيرب 1 وباقي الجملة، أو سبجكت مع الفعل المساعد أم أو إز أو آر going to والفيرب 1 وباقي الجملة. إذن هذول الثنتين اللي أنا بستخدمهم عشان أعبر عن المستقبل. طيب نأخذ مثال على هاي ومثال على هاي. المثال اللي ذكرته وأنا قاعد بحكي هنا عن إنه أنا بدي أشتري سيارة في المستقبل، I will buy a new car. will buy. طيب في ال going to بدي أصير I am going to buy a new car. أنا ناوي أشتري سيارة جديدة كمان. I'm going to buy. طيب هسا أنا بقدر أستخدم will زائد الـ verb 1 وبقدر أستخدم am وإز وآر going to والـ verb 1. طب شو الفرق بينهم؟ يعني إمتى بستخدم هاي وإمتى بستخدم هاي؟ أول شيء أستاذ بدنا نفهم إنه الثنتين يعبروا عن المستقبل ولكن معنى الجملة مختلف. هسا أنا بستخدم الويل زائد الفيرب 1 واحد لما يكون عندي قرار لحظي، قرار لحظي في لحظة الكلام، هاي بستخدمها مع قرار مسبق بين قوسين نية. يعني أنا الفرق بينهم أستاذ القرار اللحظي والنية، يعني أنا القرار اللحظي هسا اتخذت القرار، النية أنا متخذ القرار من قبل، يعني قرار مسبق، يعني بصير نية أنا هيك ناوي أسوي. في مثال ببين لي هذول الفرق بين الثنتين. في شخص A بيحكي مع شخصين ثانيين B و C، نعتبر أنه هذا حوار بين ثلاث أشخاص بين A و B C. السؤال بسألهم هنا بقول لهم Do you know that علي از ال، بقول لهم بتعرفوا انه علي مريض؟ بسألهم انتوا بتعرفوا انه علي مريض؟ الاول شو جاوب؟ قال له نو اي ويل فيزيت هيم تونايت. الاول جاوب بقول له لا ما بعرف انه مريض، بدي ازوره الليله. طب ما هو ما بعرف انه مريض، هسا عرف، فايمتى قرر انه يزوره؟ الان. اذا ويل فيزيت استخدمناها مع القرار اللحظي اللي هو spontaneous decision at the moment of speaking. طيب سي شو اجا قال؟ يس انا بعرف انه علي مريض، يس اي
am going to visit him. أنا ناوي أزوره. شو الدليل إنه هنا هو قرار مسبق من وجود كلمة يس؟ هنا كيف عرفنا إنه قرار لحظي من نو؟ يعني هاي أستاذ إحنا للشرح هسا لقدام هسا بنورجيك كيف بصير تيجي الأسئلة وكيف نتعامل معهم كلهم. إذا أنا بستخدم ويل زائد الفيرب عشان نحكي عن قرار لحظي، وبستخدم الآم وإز وآر جونج تو مع الفيرب عشان أحكي عن قرار مسبق. المثال التالي وضح لنا إياهم. طيب نروح على الفرق الثاني. شو الفرق بين الجونج تو والويل؟ من ناحية أنا بستخدم الويل زائد الفيرب لما أسوي توقع في المستقبل من دون دليل. هاي بستخدمها مع توقع في المستقبل مع دليل. يعني أنا لما بدي أتوقع شغلة بالمستقبل، ما أنا يا بتوقعها هيك من عندي بناء على رأيي الشخصي، أو بتوقعها بناء على دليل موجود في الجملة. يعني أنا ذكرت لك الدليل في الجملة. نأخذ مثال، مثلا I think it will rain tonight. أنا بتوقع إنها رح تمطر اليوم بالليل. هذا توقع. طب في دليل؟ لا. طب شو دليل؟ يعني شو دليل إنه هي رح تمطر اليوم بالليل؟ ما في دليل. إذن هاي توقع من دون دليل. لو بدي أجي أتوقع مع دليل، بدي أجي أقول look at the black clouds. I think it is going to rain. انظر إلى الغيوم السوداء، أنا بتوقع إنها راح تمطر. طب شو اللي خلاني أتوقع إنها راح تمطر؟ شو اللي خلاني أنا أقول إن الدنيا سوف تمطر؟ لأنه look at the black clouds. هاي الدليل وهي التوقع. إذا صار عندنا التوقع مع دليل، توقع مع دليل. هيك أستاذ هو الفرق الأساسي بين هذول الثنتين الويل والجوينج تو، إنه بدهم يصيروا بالمستقبل. فالثنتين لازم يكون معاهم توقع مع إيش؟ مع دليل. أنا مش مركز على دلة هسا إنه شو الكلمات الدالة على المستقبل اللي هي next و soon وإن أو أون زائد في المستقبل، هذا خلال الفيديو الجاي. بس اليوم إحنا نصل لمرحلة نفهم شو الفرق بين الويل والجوينج تو. إذا أنا أستاذ بدنا نجيب هسا بعد ما خلصنا منها نيجي ننتقل على الأمثلة اللي بدنا نيجي نتعامل معها في الحل تاع الجمل. نيجي هان وراح أبعث لكم هذا الورق على المجموعات البي دي اف عشان تنزلوه، أو إذا بتحبوا تكتبوه بصير. طيب نيجي هنا future with will and going to. قلنا will و verb 1 am is are going to will verb 1 هاي بستخدمها مع قرار لحظي، هاي بستخدمها مع قرار مسبق اللي هي نية، توقع من دون دليل، توقع مع دليل. نشوف هاي الأمثلة. يعني من نستخدم going to ولا will. الأولى what time are you going to the sports center tomorrow. إذا في عندنا دليل على المستقبل اللي هو tomorrow. إمتى بدك تروح على النادي بكرة؟ بقول له I am not sure. I think I go to at about 10 o'clock. The center opens at 9 o'clock. بقول له إمتى بدك تروح على النادي الرياضي؟ بقول له والله مش عارف، يمكن أروح على 10 لأنه النادي بيفتح على 9. طيب هذا اتخذ القرار بشكل مسبق ولا اتخذ القرار الآن؟ هذا قرار لحظي، قرار لحظي. هو قال له إمتى بدك تروح على النادي؟ قال له والله مش عارف، بدي أروح اليوم الساعة 9 أو عفوا الساعة 10. إذا I will go. ليش will go؟ لأنه هنا عندنا القرار لحظي. نشوف الجملة الثانية have you decided. هل أنت قررت؟ decided قررت. what you buy to your mother for mother's day. قال له أنت قررت شو بدك تشتري لوالدتك بمناسبة يوم الأم أو عيد الأم. إذا أنا قاعد بسأل عن قرار مسبق، من شو بدك تشتري لها هسه؟ لا، انت قررت شو ناوي تشتري لها. اذا هنا انا بسال عن قرار
مسبق. Have you decided؟ هاي اللي خلينا نعرف إنه قرار مسبق. إذا what are you going؟ عفواً what you are going to buy؟ أنت شو قررت تشتري لوالدتك؟ إذا بسأل عن قرار مسبق. شوفوا شو الجواب. بي شو بجاوبه؟ Yes I have. بقول له آه قررت. I buy her some flowers. بدي أشتري لها بعض الورود. هل هو قرار لحظي؟ لا، لأنه بقول له أنت قررت شو بدك تشتري، فهو بقول له آه أنا قررت أشتري لها ورود. فهنا راح تكون الإجابة I am going to buy. أنا ناوي أشتري. طيب نشوف المثال البعدي. Look at those black clouds. انظر إلى هذه الغيوم السوداء. Do you think there be a storm؟ بقول له انظر إلى الغيوم السوداء، هل بتعتقد إن راح يكون في عاصفة؟ طب ما هذا دليل. إذا أنا قاعد بسأل عن إشي توقعك حسب الدليل، يعني توقع مع دليل. There is going to be a storm. هل بتتوقع إن يكون في عاصفة؟ بقول له يس، اه انا بتوقع راح يكون في عاصفه. شو اللي خلاه يتوقع انه راح يكون في عاصفه؟ الغيوم السوداء. I think so. I close the doors and windows. قال له انا بدي اقوم اسكر الشبابيك والابواب. هل هي نيه ولا قرار لحظي؟ ما هم قاعدين يسولفوا هسه. قال له طلع الغيوم السوداء، هل بتعتقد انه راح يكون في عاصفه؟ بقول له اه، فانا بدي اقوم اسكر الشبابيك والابواب. اذا هان راح يقول له I will close. قرار لحظي. المثال اللي احنا كنا كاتبينه قبل شوي بالشرح. Do you think that Sammy is ill? Do you know that Sammy is ill? هل بتعرف انه سامي مريض؟ بقول له no. I visit him tonight. بدي ازوره الليلة. ما هو قال له لا. اذا I will visit. قرار لحظي. الثانية Yes, I visit him tonight. I am going to visit. لأنه قلنا عن هاي قرار مسبق. إذا بتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا شو فهمتوا شو الفرق بين ال going to والwill من ناحية التوقع مع دليل، من دون دليل، القرار اللحظي والقرار المسبق. نروح على مجموعة ثانية من التمرين. نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا 9 جمل من يجي الحلو مع بعض. الأول شو بقول؟ حوار بين A و B. I have got a terrible headache. بقول له والله أنا عندي صداع فظيع. Have you wait there and I get aspirin for you. بقول له have you يعني مثلا عن جد wait there، استنى بدي أجيب لك إيش؟ aspirin، أجيب لك دواء. هل هو قرار مسبق ولا قرار لحظي؟ قرار لحظي، لأنه قال له أنا والله رأسي بوجعني. بقول له عن جد أنا بدي أجيب لك حبتين دواء، بدي أجيب لك أسبرين. إذا I will get. طبعا لأنه في الحالتين راح نحط verb one، بس أنا بركز هسا إنه نستخدم will ولا going to، يعني am وis are going to. I will get an aspirin for you. نشوف الجملة الثانية. Why are you filling that bucket of water؟ ليش أنت قاعد بتعبي هذا السطل المية؟ بقول له أنا بدي أغسل السيارة. طيب هو قاعد بعبي بالسطل المية، هل هو قرر هسه يغسل السيارة ولا قرار مسبق؟ أكيد قرار مسبق، لأنه أنت مدام بتعبي في السطل، إذا أنت عندك متخذ النية والقرار المسبق بغسيل السيارة. إذا I am going to wash اللي هي الفير 1، هاي قرار مسبق والأولى قرار لحظي. المثال رقم 3. I have decided to repaint this room. أنا قررت أعيد بناء هذه الغرفة. أنا مقرر. I have decided. قررت. Oh, have you عن جد. What color paint it؟ شو اللون اللي ناوي تدهنه؟ أزرق، أحمر، أخضر، أبيض، شو اللون؟ إذا مدام أنا مقرر، إذا أنت أكيد كمان مقرر شو اللون اللي بدك تستخدمه. إذا what color
عفوا what color are you going to paint. معلش الفراغ يعني جاي شوي صغير. إذن سؤال عن قرار مسبق. الجملة اللي بعديها look there is a smoke coming out of the house, it's on fire. انظر في دخنة جاية من المنزل إنه يحترق. It's on fire. بقول له good heavens يا إلهي I call the fire bridge immediately. أنا بدي أتصل بالدفاع المدني مباشرة. إذن هان راح يقول له I will call verb one قرار لحظي. ما هو هسه اتخذ القرار؟ قال له أنت شايف الدخنة؟ قال له بدي أتصل في فريق الدفاع المدني. The ceiling in this room doesn't look very safe, doesn't it? وقال له سقف هذه الغرفة مش آمن. مبين عليه إنه مش آمن. No, it looks as if it fall down. بقول له والله أنا حاس إنه بده يقع. واحد بقول للثاني طلع سقف الغرفة يعني مثلا صار له زمان مبني أو شيء. بقول له No, it look as it fall now. Fall down. قال له والله كأنه بده يقع. إذن هنا it is going to fall اللي هي الverb one توقع مع دليل. طيب الجملة رقم 6 why where are you going, are you going shopping. قل له وين رايح, رايح تتسوق. قل له yes I buy something for dinner. يعني واحد شافه لابس وطالع من الدار قل له وين رايح, رايح تتسوق. قل له yes I buy something for dinner. إذن هنا هل هو قرار لحظي ولا قرار مسبق؟ لا قرار مسبق لأنه مدام لابس وبده يطلع. إذن هو مقرر من أول. إذن I am going to buy قرار مسبق. طيب I can't work out how to use this camera. والله أنا من عارف كيف بدي استخدم هاي الكاميرا. It's quite easy I show you. واحد شاري كاميرا جديدة ومش عارف يستخدمها فالثاني بقول له It's quite easy إنه سهل بدي أورجيك. طيب مدام بده يورجي إذن قرار إيش؟ قرار لحظي. واحد بقول للثاني أنا شاري هالكاميرا ومش عارف أستخدمها فبقول له أنا راح أساعدك وورجيك كيف. إذن I will show you قرار لحظي. الجملة البعدية 8 What would you like to drink? Tea or coffee. شو حاب تشرب؟ شاي ولا قهوة؟ بقول له I have tea please. بدي أشرب شاي. طب هل هو نية؟ يعني هو ناوي من أول ما سأله. سأله شو حاب تشرب؟ قال له والله حاب أشرب شاي. إذن I will have tea please. I will have قرار لحظي. نيجي على آخر جملة اللي هي رقم 9 Has Greg decided قرر on what to do when he leaves school. طب هل هو قرر انه شو بده يسوي لما يترك المدرسه؟ Oh yes everything is planned. كل شيء مخطط له. He have holiday for a few weeks. بده يعطل شويه and then he start a computer programming course. بده ياخذ له عطله كم من يوم وبعدين بده يبلش في دوره كمبيوتر. اذا الثنتين قرار مسبق. إذن he is going to have وthen he is going to start. هيك أستاذ إحنا منكون خلصنا الفيديو هذا. طبعا أنا إن شاء الله راح أكون بعت لكم هاي الورق بدي أف على المجموعات وعلى الكيتولف عساس تنزلوه ونشتغل فيهن مع بعض. يعطيكم العافية. اليوم الفيديو الجاي راح يكون الفرق بين الول والفيرب ون will be will verb ing will have will verb 3. يعطيكم العافية ونراكم بخير. السلام عليكم.